السلام عليكم. هنا تفاجئنا في هذه الليله هذه، في هذا الصباح تفاجئنا، الناس دقوا علينا نسمعوا بان العفيش عندنا في المحل، وهادشي هذا ضرنا في قلبنا، وحنا ضعنا بزاف. حنا هادشي هذا مشات لنا السلعه كثيره، والاخ ديالي هو مول المحل ما قدرش يواجه هادشي هذا، ولكن اش نقول، حنا كنطلبوا من المسؤولين يتعاونوا معنا ويصلحوا لنا الحانوت ويعوضوا على هاد الخساره اللي ضعنا فيها. حنا الاخ ديالي بقى بدون مأوى، ما عنده لا ما طيب ولا، وهنا كيقولوا الناس بان كانوا الشمكاره هما اللي خدامين هنا هما اللي شعلوا الديليو. حنا هنا ما حنا عندنا الشهود بان العافيه شعلات من الضو من السيركويت، بدات من الفوق، هذا هو اللي كاين. وهنا كنتمسوا من المسؤولين يجوا يتعاونوا معنا ويشوفوا من حالنا. الاخ ديالي يبقى اون بان، ما عنده ما ياكل ولا ما يشرب، كاع اللي كان عنده كل شيء ضاع له، كل شيء ركام، كل شيء حطام، وهادشي اللي نقول. غادي نقول لك اخي جوج ديال الكلمات، حنا غير خدامه كنخدموا كنصوروا القوت اليومي ديالنا. احنا صبحنا جالسين، السبب شنو هو؟ هاد الحريق هذا ديال الضو هو اللي تسببنا في هادشي. حنا كنخدموا غير النهار تنصور القوت اليومي ديالنا، احنا صبحنا عاطلين دابا على العمل. نادمر يوميا خدام خصك ما تصرف. راه اليوم احنا جلسنا احنا رجع في الله، احنا غير خدامه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كنشكر قناة شوف تيفي على المبادرة اللي جات باش تاخذ هذا الوضع اللي عشناه نحن كسكينة. اسم ديالي عبد السلام الصالح من سكينة سوق الصباط. يعني الوضع اللي عشناه في هذا 4:30 الصباح اننا حنا ناعسين كنسمعوا الترطيق ديال لي كابل، جينا كنجريو لقينا التشاش ديال العافية، لقينا العافية شاعلة فوق الحانوت هذه اللي ادت انها توصل ديك العافيه لذاك الشراجم ديال الحانوت باش شعلت، باش دخلت العافيه في قلب المحل ديالو وشعلت له في المنتوج ديالو كامل، اضافه الحانوت ديال مقرا حتى هي مشات. المشكل اللي استغربنا ليه وحنا كسكنه ان الوقت اللي عيطنا رجال المطافئ، اولا عيطوا رجال المطافئ ما كيجيوش في الوقت معين، كتعرف حنا في المدينه العتيقه نعتبر شعب اخر مقارنة مع الناس اللي في مناطق اخرى لا داعي لذكر اسمها. الوقت يزيد رجال المطافئ انه مشاو باش ياخذوا الماء من لونسوندي اللي ولا يبتعد الا بواحد 60 متر، الوقت اللي برانشو لقاو ما فيهش الماء. هذه هي الطمه الكبرى اللي خصها يعرفها السيد الوالي اللي داخله في المشروع الملكي. هذه المسائل اللي خصها تحاسب عليها وتراقب عليها وتتابع عليها حتى قضائيا، لان حنا نطالب السيد الوالي بفتح ملف قضائي في هذا المشكل ديال لونسوندي، كاين وما فيهش الماء وما كاينش الماء، شكون اللي كيتلاعب بهذه الصفقات؟ هذه هي النقطه اللي تنطلبوا من السيد الوالي انه يوقف عليها. زي مشاو لسوق الصباط ما كاينش الماء، جابوا الماء من باب الرحبه. عاد انه استطاعوا، ولكن كون كان داك الشيء مستعجل ما كانش كتكون هذه الخساره ديال 100% ديال هذا الرجل هذا اللي مشات له السلع ديالو، وكتعرف الصناع التقليديين الاهتمام ديال صاحب الجلاله بقطاع الصناعه التقليديه وما يراه بالنسبه وما يتمناه الصناع التقليديين، ان اليوم هذا الصناعه التقليديه اصبح عرضه للشارع هو والناس اللي معاه. انا التمس من السيد الوالي، انا كنلتمس إذا كان هذا السيد الوالي المحترم أنه يمكن لك الاحترام ويبادر الاحترام ويتماشى برسالة الملكية أنه يهبط لعندنا المدينة. إحنا عندنا ما نقولوا للسيد الوالي، إحنا لسنا متسيسون، نحن من سكان المدينة العتيقة، عندنا ما نقولوا للسيد الوالي. هناك خروقات في المشروع ديال سيدنا الله ينصره، هناك خروقات أقولها ومستعد باش نوضحها للسيد الوالي ومستعد نوريها للسيد الوالي. إذا التمس من السيد الوالي أنه ينزل عندنا، نحن كسكان سوق الصباط والمدينه كامله راه كاين خروقات في المشروع، كاين الناس ما كتراقبش. انا احمل المسؤوليه، راه اميناجمون اللي كتعطي المشروع ولكن ما كديرش لو سويفي، وتنقولها واتحمل المسؤوليه ما كديرش لو سويفي، لانه ماشي مره اننا دخلت انا عبد ربي مع الناس ديال اميناجمون على الارض على البني على العود على هذه بزاف د الحوايج خصنا نتابعوهم، وإلا ما تابعناهمش راه كانت تكون كارثه. لهذا انا كنلتمس بالسيد الوالي يجي يشوف هذا الكابل بعدا اللي كاينين، راه هذه الشركه اللي خدات هذا المارشي ديال الكابل وعطاته لشركه اخرى سوتروتونس باش تخدم الضو، راه عشنا معها ايام مزريه، هذه واحد العامين دائما 3 ايام 4 ايام كتقطع الضو على المدينه. لهذا انا كنلتمس السيد الوالي باش يجي عندنا ويشوف الوضع ديالنا ويشوف المشاكل اللي كنعيشوها ويشوف الاخطاء اللي مرتكبها هاد الشركات وله واسع النظر.